السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الثالث. درس اليوم هو تقدير نواتج الطرح الجزء الأول. سوف نتعلم في هذا الدرس استعمال ما تعلمته عن الطرح والقيمة المنزلية لتقدير نواتج الطرح. الآن فلنفتح الكتاب المدرسي صفحة 81. أحل وأشارك. جمع صف حمد 356 علبة من الألمنيوم ضمن حملة لإعادة التدوير، وجمع صف سعيد 112 علبة. بكم يزيد تقريبا عدد العلب التي جمعها صف حمد عن عدد العلب التي جمعها صف سعيد؟ أحل هذه المسألة بأي طريقة أختارها. الآن يا أبطال، هيا بنا لنطرح بعض الأسئلة. أولا، كم جمع صف حمد يا أبطال؟ أحسنتم، نعم 356 علبة. أحسنتم يا أبطال. كم جمع صف سعيد؟ أحسنتم يا أبطال، 112 العلبة. مبدعون. ما المطلوب منك إيجاده في هذه المسألة؟ رائع، مبدع يا بني. بكم يزيد تقريبا عدد العلب التي جمعها صف حمد عن عدد العلب التي جمعها صف سعيد؟ أحسنت يا بني. ما العملية التي يجب استعمالها لإيجاد الإجابة؟ أسمعك. أحسنت يا بطل، الطرح. مبدع. ماذا تعني لك كلمة تقريبا؟ ما شاء الله، أحسنت. ليس مطلوبا مني إيجاد إجابة دقيقة، ويكفي التقدير. سؤال آخر، كيف يمكنك إيجاد التقدير؟ رائع، يمكنني التقريب أو استعمال الأعداد المتناغمة. أحمد، هل تريد التكلم يا بني؟ نعم يا أستاذ. تفضل يا بني. يمكنني الفهم والمثابرة. في الحال، ما الخطة الجيدة لحل هذه المسألة؟ أبين عملي في المساحة الفارغة أدناه. أحسنت يا أحمد. الآن فلنوقف الفيديو ونحل التدريب، ثم نكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أهلا بكم يا أبطال من جديد. كيف كانت إجاباتكم؟ مبدعون. من يريد أن يعرض إجابته؟ حسن، تفضل يا حسن. أستاذ، المسألة هي طرح 356 ناقص 112. أولا سأقرب 356، العدد المتناغم معه مثلا 350. أما 112 فالعدد المتناغم معه مثلا 100. الآن سأطرح 350 ناقص 100 والناتج 250. إذن يا أستاذ، جمع صف حمد 250 علبة تقريبا، أكثر مما جمع صف سعيد. ما شاء الله، أحسنت يا حسن. نلاحظ أبنائي الطلاب أن حسن قام باستعمال الأعداد المتناغمة لتقدير وحل هذه المسألة. من يريد أن يعرض إجابته أيضا يا أبطال؟ علي، أهلا بك يا علي، تفضل يا بني. أستاذي، أريد أن أحل المسألة بالتقريب، سأقرب لأقرب 10، هذا خط الأعداد. الآن يا أستاذ، سأقرب إلى أقرب 10، سأقرب 356، وهي محصورة بين العددين 350 و360. منتصف المسافة بين 350 و360 هي 355. نلاحظ يا أستاذ أن 356 أقرب إلى 360، إذن تقريب 356 إلى أقرب 10 هي 360. الآن سنقرب 112، نرسم خط الأعداد. 112 محصورة بين 110 و120، لأن أريد التقريب إلى أقرب 10. منتصف المسافة بينهما هو الرقم 115. نلاحظ يا أستاذ أن 112
أقرب إلى 110. إذن 112 تقريبا تساوي 110. الآن سنطرح 360 ناقص 110 والناتج 250. إذن جمع صف حمد 250 علبة تقريبا أكثر مما جمع صف سعيد. مبدع يا علي، أحسنت يا بطل. نلاحظ يا أبطال أن علي استعمل خط أعداد لتقريب كل عدد إلى أقرب 10 ثم التقدير لحل المسألة. أحسنتم. نستنتج أبنائي الطلاب أنه يمكنك تقدير ناتج الطرح من خلال التقريب إلى أقرب 10 أو التقريب إلى أقرب 100 أو باستعمال الأعداد المتناغمة. ننتقل الآن أبنائي الطلاب إلى صفحة 82. السؤال الأساس: كيف يمكنني تقدير نواتج الطرح؟ المثال: بيعت كل التذاكر لمباراة كرة سلة، وصل 126 شخصا إلى المباراة حتى الآن، كم شخصا تقريبا ممن معهم تذاكر لم يصلوا بعد؟ أقدر ناتج 493 ناقص 126 باستعمال التقريب. هيا بنا يا أبطال لنطرح بعض الأسئلة. كم تذكرة بيعت يا أبطال؟ أحسنتم، 493. كم شخصا وصل حتى الآن؟ مبدع يا بني، 126. ما المطلوب في هذا السؤال؟ أحسنت، كم شخصا تقريبا ممن معهم تذاكر لم يصلوا بعد؟ هل هناك مطلوب آخر؟ أحسنت يا بني، أقدر ناتج 493 ناقص 126 باستعمال التقريب. خليفة، هل تريد التحدث يا بني؟ نعم يا أستاذ. تفضل. يمكنني التقدير لإيجاد العدد التقريبي. أحسنت يا بني، مبدع. هيا بنا أبنائي الطلاب لنحل المسألة. أولا سنقوم بحل هذه المسألة بالتقريب إلى أقرب 100. المسألة هي 493 ناقص 126. أولا سنقوم بتقريب 493 إلى أقرب 100. نذهب إلى منزلة المئات وهي 4. الآن التسعة على يمين الأربعة، هل ستضيف إلى الأربعة واحد؟ نعم، لأنها أكبر من 5، إذن تصبح 500، والآحاد والعشرات تصبح أصفار. أحسنتم يا أبطال. الآن 126، نذهب إلى منزلة المئات، الرقم 1، هل ستضيف الاثنان 1 إلى منزلة المئات؟ لا، لأن الاثنان أقل من 5، إذن تقريب 126 إلى أقرب 100 هو 100. أحسنتم يا أبطال. الآن سنقوم بطرح 500 ناقص 100 والناتج 400، إذن لم يصل بعد 400 شخص تقريبا. طريقة حل أخرى، سنقوم الآن يا أبطال بحل السؤال بالتقريب إلى أقرب 10. نذهب إلى المسألة، الآن 493، نذهب إلى منزلة العشرات، نعم الرقم 9، هل ستضيف الثلاثة 1 إلى 9؟ لا، لأن الثلاثة أقل من 5، تصبح 490. أحسنتم يا أبطال. الآن 126، نذهب إلى منزلة العشرات، الرقم 2، هل ستضيف الستة 1 إلى منزلة العشرات؟ نعم، أحسنتم يا أبطال، لأن الستة أكبر من 5، إذن تصبح 130. الآن سنقوم بطرح 490 ناقص 130 والناتج 360، إذن لم يصل بعد 360 شخصا تقريبا. أقنعني أكن دقيقا. أفترض أن 179 شخصا وصلوا إلى المباراة، أستعمل الطريقتين الموضحتين أعلى لتقدير عدد الأشخاص الذين لم يصلوا بعد. فلنطرح بعض الأسئلة يا أبطال. كم شخصا وصل إلى المباراة؟ أحسنتم، 179.
كم تذكرة بيعت يا أبطال؟ نعم 493. ما المطلوب في هذا السؤال؟ أستعمل الطريقتين أعلى لتقدير عدد الأشخاص الذين لم يصلوا بعد، والطريقتان هما التقريب إلى أقرب 100 والتقريب إلى أقرب 10. الآن أوقف الفيديو، حل التدريب، ثم نكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أهلا بكم يا أبطال، كيف كانت إجاباتكم؟ أنتم رائعون. هيا بنا سنقوم بتقدير المسألة. 493 ناقص 179. أولا سنقوم بالتقريب إلى أقرب 100. 493 ناقص 179. أولا نذهب إلى العدد 493، التقريب إلى أقرب 100، نذهب إلى منزلة المئات. أحسنتم، نعم الرقم 4. هل 9 أكبر من 5؟ أحسنتم، إذن نضيف 1 إلى الرقم 4 فتصبح 5، ونحول الآحاد والعشرات إلى أصفار أي 500. أحسنتم يا أبطال. الآن نذهب إلى العدد 179 إلى منزلة المئات. أحسنتم، الرقم 1. هل 7 أكبر أو تساوي 5؟ أحسنتم، نعم، إذن نضيف إلى منزلة المئات 1 فيصبح التقريب 200. أحسنتم يا أبطال. الآن سنقوم بالطرح. 500 ناقص 200 كم يا أبطال؟ أحسنتم، 300. إذن لم يصل بعد 300 شخص تقريبا. الآن سنقوم بحل المسألة بطريقة أخرى بالتقريب إلى أقرب 10. نذهب إلى المسألة. العدد الأول سنذهب إلى منزلة العشرات في العدد 493. نعم يا أبطال، إنها 9. الآن هل 3 أكبر من 5 أم أصغر؟ أحسنتم، أصغر من 5، إذن ناتج التقريب هو 490. أحسنتم يا أبطال. الآن نذهب لتقريب العدد 179 إلى منزلة العشرات. نعم منزلة العشرات هي 7. نذهب إلى الرقم على يمين منزلة العشرات، الآحاد، نعم 9. هل 9 أكبر من 5؟ نعم، إذن سنضيف 1 إلى منزلة العشرات، إذن ناتج التقريب هو مبدعون 180. الآن سنطرح 490 ناقص 180 والناتج 310، إذن لم يصل بعد 310 أشخاص تقريبا. أحسنتم يا أبطال. أبنائي الطلاب، أرجو أن نتأكد أننا حصلنا على نفس الإجابة. السؤال الأساس، كيف يمكنني تقدير نواتج الطرح؟ يمكنني تقدير نواتج الطرح بطريقتين. الأولى أقرب إلى أقرب 10 للتقدير، مثلا المسألة 255 ناقص 129. سنقوم بحل هذه المسألة بالتقريب إلى أقرب 10. في العدد 255 العشرات هو العدد 5، الآن نضيف له 1 لأن 5 تضيف إلى العدد 1، إذا ناتج التقريب هو 260. العدد الآخر 129، نذهب إلى العشرات، العدد 2، 9 ستضيف 1 إلى العدد 2 والناتج 130. أحسنتم، الآن سنقوم بالطرح. 260 ناقص 130 الناتج 130. الطريقة الأخرى هي أقرب إلى أقرب 100 للتقدير. السؤال 255 ناقص 129. نذهب إلى العدد 255 إلى المئات، العدد 2،
الخمسة تضيف واحد إلى الاثنان فيصبح الناتج 300. العدد 129. منزلة المئات هي الواحد، الاثنان لا تضيف واحد إلى المئات، فالتقريب هو 100. الآن سنطرح 300 ناقص 100 الناتج 200. أحسنتم يا أبطال. الآن أبنائي الطلاب سننتقل إلى أطبق فهمي. في التمرينين 3 و4 أقرب إلى أقرب 100 للتقدير. ما المطلوب في هذا السؤال يا أبطال؟ أحسنتم، أقرب إلى أقرب 100 للتقدير. الآن أوقف الفيديو، حل التدريب، ثم نكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. كيف كانت إجاباتكم؟ أنتم رائعون، هيا بنا. السؤال الثالث، سنقوم بالتقريب إلى أقرب 100. العدد الأول 321. نذهب إلى منزلة المئات، الرقم 3. الاثنان، هل ستضيف واحد إلى الثلاث؟ أحسنتم، لا، لأن الاثنان أقل من 5. ونحول الأرقام على يمين منزلة المئات إلى أصفار، إذن التقريب هو 300. أحسنتم يا أبطال. العدد الثاني هو 182. سنقرب إلى المئات، نذهب إلى منزلة المئات. أحسنتم، الرقم 1. الآن نذهب إلى الرقم على يمين منزلة المئات، 8. هل ستضيف 1 إلى منزلة المئات؟ أحسنتم، نعم، لأن 8 هي أكبر أو تساوي 5. أحسنتم يا أبطال. ونحول الأرقام على يمين منزلة المئات إلى أصفار، إذن ناتج التقريب هو مبدع 200. الآن نطرح 300 ناقص 200 الناتج 100. السؤال الرابع، سنقوم بالتقريب 655. نذهب إلى منزلة المئات، 6. الرقم على يمين منزلة المئات هو 5. هل سيضيف 1؟ أحسنتم، نعم، لأن العدد إذا كان 5 أو أكبر من 5 يضيف 1. ونحول الأرقام على يمين منزلة المئات إلى أصفار، ناتج التقريب هو 700. الآن سنقرب 189 بنفس الطريقة، نذهب إلى منزلة المئات، 1. إذا كان الرقم على يمين منزلة المئات 5 أو أكبر نضيف 1. هل سنضيف؟ أحسنتم، نعم سنضيف، لأن 8 أكبر من 5. ونحول باقي الأرقام على يمين منزلة المئات إلى أصفار، فيصبح ناتج التقريب هو مبدع يا بني 200. الآن نطرح 700 ناقص 200 الناتج 500. الآن فلنتأكد من إجاباتنا، هل حصلنا على نفس الناتج؟ أحسنتم يا أبطال. في التمرينين 5 و6 أقرب إلى أقرب 10 للتقدير. الآن ما هو المطلوب في هذا السؤال يا أبطال؟ أحسنتم، أن نقرب إلى أقرب 10 للتقدير. الآن أوقف الفيديو، حل التدريب، ثم نكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أهلا بكم يا أبطال، كيف كانت إجاباتكم؟ أنتم رائعون، هيا بنا إلى السؤال الخامس. سنقرب العدد الأول إلى أقرب 10، 763. نذهب إلى منزلة العشرات، نعم 6. هل ستضيف 3 1 إلى منزلة العشرات؟ أحسنتم، لا، لأن 3 أقل من 5. ونحول الأرقام على يمين منزلة العشرات إلى أصفار، فناتج التقريب هو، أحسنت يا بني، 760. نذهب إلى العدد 471. نذهب إلى منزلة العشرات، الرقم على يمين منزلة العشرات هو 1. هل سيضيف 1 إلى منزلة العشرات؟ لا، لأن 1 أقل من 5. إذن ناتج التقريب هو 470. الآن سنطرح
760 ناقص 470، والناتج أحسنت يا بني 290. رائع. ننتقل إلى السؤال السادس. العدد الأول 816. نذهب إلى منزلة العشرات. هل سيضيف الرقم على يمين منزلة العشرات 1 إلى منزلة العشرات؟ أحسنت يا بني، نعم، لأن 6 أكبر أو يساوي 5. أحسنت يا بطل. إذن ناتج التقريب هو 820. سنذهب الآن إلى العدد 297. منزلة العشرات هي الرقم 9. السبعة ستضيف 1 إلى منزلة العشرات، لأن 7 أكبر أو تساوي 5. ونحول الأرقام على يمين منزلة العشرات إلى أصفار. الآن 1 زائد 9 10، إذن 0، ونرفع 1 فوق منزلة المئات، إذن 1 زائد 2 3، فناتج التقريب هو 300. الآن نطرح 820 ناقص 300، الناتج 520. الآن فلنتأكد أننا حصلنا على نفس الإجابة. هكذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. سعدت باللقاء بكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.